اعتقد لحقت في النهايات بتاعت فترتك بدايات وجود اليوفط بتاعت اللي هي بشار مرتضى ومؤيدين، وكان كانش ليك رأي معارض للكلام ده واستغلالها المفروض يكون لصالح نادي الزمالك. كل مرحلة ليها طريقة توجه يعني، فما وانا كانش ما وانا كانش بيسمح من الاخر ان هو اصلا يبقى اه فيه وانا يعني انا بقول لك انا عملت مع مجالس مختلفة، وكل مجلس كان بالظبط. ليه وعليه، وبما اني ما اتكلمتش عن سلبيات نادية في وقت من الاوقات، سواء من ايام المستشار جلال ابراهيم الله يرحمه مرورا بالدكتور كمال درويش والاستاذ ممدوح عباس ثم الاستاذ مرتضى منصور، بما اني ما اتكلمتش عن حد يبقى ما ينفعش اتكلم عن حد بعينه. طيب عامة هو الإجابة بتاعتك هتاخدنا لنقطة مهمة جدا ليك أنت شخصيا، إن البعض بيرى إن أنت منسوب فقط للمجلس السابق اللي هو بقيادة المستشار مرتضى منصور. أنت بتقول إن أنت عملت مع أربع مجالس مختلفة، فلما النظرة اللي اللي أنت وضعت فيها دي؟ وهل أنت أصلا تشوف إن حاجة حاجة كويسة في الكارير بتاعك والسي في بتاعك إن أنت عملت في الفترة دي مع المجلس ده، ولا بحاجة أنت ما كنتش حابب إن أنت تكمل فيها أو حاسس إن أنت ما كنتش موفق فيها؟ بص، الموضوع ده بدأ يظهر مؤخرا، ما اعرفش هل ده بقى صراع انتخابات. انا مش بتاع يعني انا مش داخل خناقه، او يمكن عدم غياب للمعلومة. انا وجهة نظري ان انا بحب اشتغل بس. يعني في ناس كتيره جدا ما كانتش تعرف ان اصلا في اداره تعاقدات في نادي الزمالك، ودي بقى مش بتاعتي لان انا مش راجل بتاع اعلام. النادي في هذا الوقت لم يبرز هذا، اوكي، فانا ما كانش عندنا حاجة تسمح إن حد يخرج يتكلم. كان المتحدثين كانوا بيعينوا من قبل مجلس الإدارة، فده أنا عملته بقول لك مع المستشار جلال، وعملته مع الدكتور كمان نفس الطريقة ونفس الأسلوب، يعني لم تختلف. يعني عارف لو أنا كنت في الأول غير كده ثم حصل إن أنا سكت، لأ أنا راجل بحب أشتغل. أنا على فكرة بدأت أظهر وأتكلم مع الناس بعد ما سبت النادي. لو أنا محسوب على مجلس زي ما الناس بتقول، كان من باب اولى انا تركت النادي في 2020، وهم برضو مشوا اعتقد في نوفمبر 2020 بعد الافريقيا ثم عادوا في بدايه 22 بانتخابات. فاعتقد انت لو محسوب على مجموعه فمن باب اولى ان انا اجيب الناس بتوعها. انا ما حدش كلمني اصلا ان انا ارجع. فمعنى كده انا ما عنديش حسبه لا ايجابيه ولا سلبيه مع اي حد جوه نادي الزمالك. انا بحب المكان ده. فممكن الناس يقول لك ده بيتكلم كلام أحلام، أنا ده طبعي، اللي حابب يتقبله ويصدقه فوق راسي، وبرضه اللي مش حابب يصدقه ليه كامل الحرية، ودي وجهة نظره. بس من فضل حضرتك لو أنت شايف حاجة عكس كده ما يبقاش فيها تجاوز، لأن أنا ما بتجاوزش في حق حد.